تيرون كان ليه تصريح مهم قوي بعد اللقاء، بيقول ايه؟ بيقول ان احنا لم نعوض البديل الكفء لستانلي، وان احنا في نادي الزمالك بس احنا مدرين. لسه لسه هاجي لك بقى. اللعيبه اللي هي الهدافه كانت في وادي دجله كان ستانلي. ويمكن انا لما اتكلمت على ستانلي وهو في الزمالك حاليا قلت لهم ستانلي ما ينفعش يلعب سترايكر، لا ستانلي لازم يلعب على الجناب، وكان لابد ان في يا اما باسم يا اما احمد جعفر، الناس اللي هي ممكن تستقبل العرضيات والناس اللي هي بتحاول على كل كوره جوه ال 18. ستانلي مش هيلعب ابدا من العمق ولا هيقدر يلعب من العمق، الاخر ان هو ايه الشوط الثاني بعد شويه او الشوط الاول بعد شويه من اللعب بدا يعني يفتح على الاطراف. هو دي ستايله، هو ده ستايله، وهي دي طريقته وهي دي خطورته في نفس الوقت، ستايله وطريقته وخطورته في نفس الوقت ان هو جاي على الاطراف. بس انت بتلعب في الزمالك عندك ثلاثه والثلاثه بيلعبوا على الاطراف، عندك ايمن حفني وعندك شيكابالا كويس، وكان مين مصطفى فتحي ومصطفى فتحي على الاطراف، ومحمد ابراهيم ربنا يرجعه بالسلامه برضه، يعني يرجعه بالسلامه يا رب ان شاء الله ويرجع سليم ان شاء الله. محمد ابراهيم برضه يعتبر فارق شويه معاه طبعا فريق الزمالك، رغم فريق الزمالك طبعا بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بس محمد ليه نكهه رقم 14 كابتن حسن بالظبط كده، ضمم لعيبه جيدين جدا جدا، وعنده فرقتين، يعتبر نادي الزمالك يعتبر عنده فرقتين. فاحنا معلش هنتكلم في نخلص الاهلي وبعدين احنا نخش في الزمالك عشان الكلام كتير على الزمالك. قبل ما نخلص الاهلي اخر حاجه معانا المقارنه اللي ما بين مؤمن زكريا وما بين ابراهيم نضاي، يمكن كان اكتر لاعب واضح في دجله واكتر لاعب كان عليه يعني الضوء بشكل كبير وعمل شغل كويس جدا لدجله، بس زي ما حضرتك قلت ما قدرش او لسه ما بنش برضه، ممكن لسه بعد كده يعوض ستانلي، بس لغايه الوقت الحالي لسه ما عوضش ستانلي. لسه مش عاوز اقول ما انسجمش، ما فيش حاجه اسمها، انا بقول ما فيش حاجه اسمها ما انسجمش. انا جايب لعيب جيد، وكان في مين اللي كان بيقول ان انا عشان اجيب لعيب اجنبي افريقي عربي اوروبي لازم يبقى جاي واحسن من اللعيبه اللي عندي. انا مش هجيبه واقعد امرن فيه واستناه لما ينسجم. صحيح. لا، اللعيبه المحترفه بتنسجم على طول. مش سيبك ما شفناش صحيح يا كابتن حسن، يعني يمكن الاستثناء اعتقد الوحيد هو فلافيو، هو ده الوحيد اللي ده بعد كده برضه لكن غير كده اي لعيب فلافيو. بس ما تنساش انت لازم تقول مين بيلعب جنب فلافيو ومين بيلعب في ظهر فلافيو. بالرغم من كده كابتن حسن قعد سنه وكلنا كنا بنقول له الراجل ده جوزيه جايبه ليه. صحيح. ها وبعد كده بقى فلافيو هو السكورر بتاع فريق النادي الاهلي، بس كان معاه كمان مجموعه من اللاعبين يلعبوا الحجر زي ما بيقولوا. يعني عارف انت ازاي تفرق بقى تاني مع اللعيبه اللي تيجي دلوقتي ومع لعيبه تعتبر لعيبه مغموره او لعيبه مش صحيح ما تقدرش تتعامل معاهم بشكل كويس. يعني لما نبص على الاحصائيات كابتن حسن بتاعت مؤمن زكريا وابراهيم نضاي، هنقف عند يعني اكثر من احصائيه. فقدان الكره تحت ضغط 2 بس مؤمن، 5 ولي، 5 ابراهيم نضاي. استقبال الكره بنجاح 38 مؤمن، 26 ابراهيم نضاي. التمريرات الناجحه 31 مؤمن، 17 ابراهيم نضاي. اعتقد ان الارقام برضو بتفرق بشكل كبير، بتفرق مع مؤمن زكريا. هو مؤمن زكريا حب دلوقتي او ممكن كابتن حسام غير له فكره شويه، غير له فكره، لان مؤمن زكريا كان بيلعب على الطرف وبعدين يجي برضو كده زي الجون ده اللي جابه ده، يجي كده يقطع ويخش جوه ال 18. هو دلوقتي خلاه يتحرك، هو عبد الله السعيد يكمله ويزيد يكمله، يبقى سنتر فيرو الثاني لما تبقى الكره عكسيه، وده اللي احنا دايما نقول تبقى الكره عكسيه. مؤمن زكريا بيلعب ناحيه الشمال مش كده، بيلعب ناحيه الشمال، يجي الكره من عند احمد فتحي ودي تعتبر العكسيه، يبقى هو لازم مؤمن زكريا يخش جوه ال 18 عشان يبقى مهاجم ثاني. لو فاتت من المهاجم الاولاني هتجيله، وده اللي حصل سواء مع عبد الله السعيد او مع مؤمن زكريا. فعشان كده ممكن يكون، هل مؤمن يعمل الكلام ده من نفسه؟ لا اشك، لازم هو يكون كابتن حسام البدري هو اللي طور له اداؤه وطور له طريقه لعبه.